بسم الله الرحمن الرحيم. شركة عرب جروب، معدات عنابر الدواجن. طبعا اتكلمنا قبل كده عن نبر دلوقتي 360 درجة، لكن النهاردة بنتكلم تاني عشان طبعا الناس تعرف ان حاوية النبل 360 الاصفر طبعا نبلها مميزة جدا، نبلها عالية جدا جدا. تمام، طبعا 360 درجة ايه واضحة قوي قوي. طبعا طبعا قبل ما نكمل الفيديو، ياريت تشتركوا معنا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك وشير للفيديو. طبعا النبل 360 درجة الناس كيف تطلبه، وخصوصا النبل اللي هو الاصفر ده. في طبعا نبل 360 بكاوتشة اللي هو الصيني، لكن طبعا يعني ايه كفاءته مش عالية، يعني هي طبعا لا يقارن بالنبل اللي هو 360 اللي هو ايه اللي هو بسن اللي هو قطعة واحدة. ده قطعة واحدة يعني اهو، ده ايه ده قطعة واحدة. تمام، طبعا البطارية، طبعا نبدأ بسطن في شغل البطاريات وشغل التربية ليه التربية الارضي. وطبعا موجود منظمات تركي وايطالي ومنظمات صيني، مواسير حديد، الوصل بين المصرفتين، كل حاجه موجوده ان شاء الله. عرب جروب، معدات مزارع الدواجن.